قالت وزارة الصحة السعودية إنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن. وفي مؤتمر صحفي مشترك لوزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة لاستعراض خطط الحج لهذا العام، أوضحت الصحة السعودية أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية موسم الحج. ولله الحمد كما ذكرنا لم يتم تسجيل أي إصابات متعلقة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد 19 ولا لأي إصابات أخرى أو حالات تؤثر على الصحة العامة، ولكن طبعا الإجراءات والسياسات وأمور الرصد والمتابعة موجودة، ولا قدر الله لو تم تسجيل أي حالة مصابة بمثل هذه الأمراض ومن بينها طبعا الإصابة بكوفيد 19 الإجراءات التي تتعلق بالرصد المباشر وتأكيد التشخيص وإجراءات العزل والإجراءات العلاجية وتفعيل البروتوكولات العلاجية لذلك كلها مهيئة ويتم تنفيذها عند الحاجة إلى ذلك بشكل مهني واحترافي ومن قبل خبراء وكوادر مدربة ومهيئة للتعامل مع ذلك.